مرحبا، فهدلي معكم. باعتباري من هواة المسلسل التلفزيوني، أنا أروي لكم اليوم قصصاً تجري في مسلسل صيني يدعى حياة رائعة، ومن الأنسب أن أصف حلقاته بأنها قطة مخربشة على قلبي. رغم أن عنوان هذا المسلسل حياة رائعة، إلا أن سيناريوهات هلاك حياة رائعة تتتالى طوله بشكل ساخر. بطل المسلسل شي تيان، الذي عانى من الخيانة الزوجية التي تلاها فشل القلب وتراكم العوائق في عمله، وقع في حب عقب خضوعه لعملية زراعة القلب مع ليانغ شاوهوي، خطيبة صاحب القلب المزروع، بينما تشابكت علاقته مع زوجته السابقة شاو باي. بماذا؟ بأمر انفصالنا. أما البطلة ليانغ شاوهوي، على الرغم من أنه لم يتده لديها الشيتيان ومن تعشقه أو القلب المزروع في جسمه هو ما يجذبها، إلا أن عشق شو لها لم يشهد أي تقهقر، ووقع بين ذراعي طبيبها النفسي بينما هي حامل لابن زوجها المتوفى. المريضة حامل، لذلك لا نقترح تعاطي أي أدوية طبية. جدير بالذكر أن روعة قصص الممثلين المساندين تتساوى مع ما لدى الأدوار الرئيسيين، من بينهم البطل الثاني بيان جيجين، يشتغل كطبيب نفسي أنيق بمظهره الخارجي وموقر في لباسه، لكنه يعمد إلى قراءة النصوص على هاتف ليانغ شاوهوي دون إذنها، في مسعى لتقريب العلاقة بينهما. لم أستطع أن أتمالك نفسي. قل أخطأت بصوت عال. في الشارع؟ هذا لا يصح أبداً. فعلت شيئاً لا يصح. شاو باي زوجة شيتين السابقة، نعلم أنها كانت خائنة للعلاقة الزوجية في مستهل المسلسل، وهذا ما يشعرني بعدم الارتياح إلى أبعد الحدود. ولما اكتشفت أن شيتين وقع في حب من جديد، عزمت على إعادة العلاقة مع شو. سوف أغير مساري. جيد، وأنا أيضا قد غيرت مساري. كما أظن أن داو ميلان، وهي والدة البطل شي تيان، من الشخصيات الأكثر بساطة. بغض النظر عن بلوغها سن الشيخوخة، إلا أنها تتفانى في العمل بوكالة تعارف كوسيط. تعتمد على المواصفات الجوهرية للأشخاص لا على المشاعر، لأن القلوب بيد الرب ولا أحد يستطيع توجيهها. ليس الحب من الشروط الأساسية هنا، عليكم فهم هذه النقطة جيداً قبل أن تفكروا في هذه الأمور. كلما جاء دور من تمثل داو ميلان، لن أجعل أي فريم يفوتني. يلها من فيلسوفة حكيمة جداً. أنا طبيب وعلي أن أكون واقعياً. كيف لا يكون هناك حل؟ أنقذ أخي حتى أوافق على الزواج منك. وأدى الكابو شي دو دو وخوان داشان الكثير من السيناريوهات المغضبة والمضحكة. ما أغضبني أنهما غير مركزين على عملهما اليومي، بل تدمن شي الألعاب الإلكترونية، أما خوان فيولع بالتنجيم. وما أضحكني أن العلاقة فيما بينهما لم تمر بأي اضطراب، بحسن الحظ طبعاً، رغم أن شي دو دو تمازح خوان داشين بين ترة وأخرى، بينما كان خوانغ على مشارف الخيانة. وهذا ما يعكس موقف شباب الصين في يومنا هذا بشأن الحب الذي يتراوح بين الشوق والتردد. إنني آسفة. فيما أخطأت أنت؟ ها؟
فقط الخوف. واستلهمت عند تفرجي على أواخر الحلقات أن أعيش حياة سعيدة بشرط التكيف مع البيئة المحيطة وترك الشهوات غير الواقعية جانبا. فيما أعتقد أن هذا هو سر تسمية هذا المسلسل بحياة رائعة. لمشاهدة كامل حلقات هذا المسلسل زوروا الرابط أسفل الشاشة، وإلى اللقاء.